الآن مع الاستعمال الثاني للكومبريشن، وهي دمج الأصوات مع بعضها، مثلا دمج الكيك، سنير، هايات، يعني دمج الدرامز مع بعضها، ودمج آلات موسيقية مع بعضها، ونقصد هنا باللايرين. اوكي، لايرين انسترومنتس توجذر لكي نحصل على وان انسترومنت، على آلة موسيقية واحدة تكون هناك فيها يعني هارمونيكس من عدة آلات متجانسة مع بعضها. ولكي نعمل هذا التجانس وعمل هذا الجلو، هذا الجمع ما بين هذه الآلات، نستعمل الكمبريسر. اوكي، فلنذهب إلى تطبيق. ما أقوم بعمل تطبيق أي شيء فقط لتوضيح الفكرة. اوكي، نقوم ب فلأعمل هذا هكذا وأضعه بلون مختلف لكي لا. اوكي، نيو اوديو تراك مثلا، نأتي بباس او اي شيء. أو بيانو، وضع بيانو. أوكي، ونضع نضع هذا مثلا أيضا. أوكي، لتوضيح الفكرة سأعمل كورد واحدة. فقط لتوضيح الفكرة قمت بعمل هذه الكورد. اوكي، وساعمل لها دابليكيت في البيانو. مثلا قمنا بعمل يعني انسترومنت وعملنا النوتات الى اخره، فعمل النوتات ليس موضوعنا. فالان ناتي لعمل الجلو. نعمل باس، قمت بعمله مسبقا. هذا سوف يكون هو الباس الذي سوف نضع فيه الكمبريسر. اوكي، لكي نعمل كلو لهذان الصوتان. نعمل لو. اوكي، ناتي لهنا ونضع الكمبريسر، نضع نفس الكمبريسر الذي وضعناه هنا. كابي، نضع الكمبريسر هنا، هذه تاتي باي ديفولت. اوكي، نضع نفس الكمبريسر ونقوم بعمل روتين لهذه الاصوات للكمبريسر. اوكي، وضعناه في الاوديو تري، هذا ايضا في الاوديو تري، هذا نسميه اوكي باس كومبريسر، نسميه باس كومبريسر. وعملنا هذا الكومبريسر هنا. اوكي، فلنستمع الى ما هو الشيء، يعني النتيجة. كما تلاحظون بدون كومبريسر. بالكومبريسر. يعني تقريبا نفس يعني الصوتان تم يعني جمعهما مع بعضهما. فهذا هو غرض اللايرين. فعندما تكون آلات موسيقية كثيرة جدا، فاللايرين موضوعه شائك جدا، يجب أن نعمل اي كيو لبعض الهارمونيكس في هذا الصوت، ونعمل اي كيو ايضا في شيء اخر، نضيف
هذا مثلا هذه الآلة تكون أساسية والأخرى فقط تقوم بالدعم. فموضوع الليالين يحتاج أيضا للشرح وهو كبير جدا، فقط لتوضيح الصورة. يعني في عندما نعمل ليرين للأصوات أو نعمل يعني جلوين للدرمز، مثلا في المثال الأول قد عملنا جلوين لهذه الانسترومنت. فعندما تكون متفرقة، عندما تعمل بالوان شوتس، تعمل بالكيك لوحدها تضعها في اوديو تراك، وتأتي بالهاي هات تضعها أيضا في اوديو تراك، وتأتي بالسنير أيضا لوحدها، لكي تجمع بين جميع هذه المكونات تعمل الجلو كومبريسر لكي تصبح متلاحمة مع بعضها ولا تكون متفارقة ومتباعدة مع بعضها.